أربع شباب زي الورد، مدبوحين، متقطعين، نيمهم وراح منشار كهربا وراح مقطعهم لغايه ما لقوا شوال بيفتحوه، لقوا فيه أربع رؤوس بشرية، كيس بيفتحوا لقوا فيه التمن رجلين مربوطين. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. تعال نشوف المذبحة دي، مذبحة لما نلقى أربع شباب زي الورد، مذبوحين، متقطعين، ومرميين. أربع شباب، أنا مش بتكلم عن جثة متقطع ومرمية، أربع شباب. والشيء اللافت للنظر البشاعة في ارتكابها. أولا احنا بنؤمن الأرزاق بيد الله، الأرزاق محدش بياخد رزق حد أبدا، كل واحد بياخد رزقه اللي ربنا كاتبه له، ورزقك بيجري وراك. خلي بالك مش بالشطارة، ياما في ناس قاعدة الشغلانة اللي بتعملها في نص ساعة بتاخد فيها فلوس قد ناس تاني بيشتغلوا 24 ساعة في 24 ساعة. أرزاق بتاعت ربنا، ما تقولش ليه، رزقك بيجيلك ولو انت نايم. خلي بالكم الحرام اللي بيسرق لو صبر كان هيجيله، بدل من الحرام كان هيجيله بالحلال، لأن رزقه مكتوب له. لكن احنا للأسف لا احنا مؤمنين حق الإيمان، ولا احنا مقتنعين باللي احنا بنعمله ان ربنا اللي بيكافئنا بيه. تعال نشوف اللي حصل. عمال القمامة اللي هم بيلموا الزبالة في مكان اسمه النفايات، اللي كل يوم الصبح تلقى الزبالين بيلموا الزبالة ويحطها في صناديق، وتيجي العربية تشيل الزبالة وتحطها وتيجي رايحة في مكب النفايات بيولعوا فيها، والتخلص اللي انتوا عارفين. يلقوا تمن رجلين مربوطين مع بعض. لما يكونوا تمن رجلين، تمن رجلين يعني ايه؟ كل واحد منا ملوش غير اتنين. لما نلقى تمن رجلين مربوطين مع بعض، التمانية مربوطين، معنى تمن رجلين يعني ايه؟ ان دول يخصوا اربع شباب، ورجلين الستات بتتعرف ورجلين الرجالة بتتعرف، مش لغ، مش هنقول دي رجل ست ولا راجل، معروف اصل يعني. فالاربع رجلين دول، التمن رجلين دول بتوع اربع رجال، يبقى في اربع جثث. عامل النفايات وهو بيكب النفايات لقى كيس بيفتحه لقوا فيه التمن رجلين مربوطين. بلغ الشرطة، ما دام في تمن رجلين فين بقية الجثث؟ ابتدوا يلفوا على بقية أماكن إيه؟ جمع القمام. وهم بيلفوا لقى شوال يشبه الشوال اللي كان فيه تمن رجلين. لقوا فيه إيه؟ تمن إيدين. تمن إيدين وتمن رجلين، يبقى الايدين دي بتخص الرجلين دي، اللفة واحد هنا واللفة واحد هنا، وشكل الكيس هنا زي شكل الكيس هنا. يبقى اللي قتل الاربعة قطع رجليهم، ادي تمن رجلين، وقطع ايديهم، ادي تمن ايدين. رمى الرجلين في مكب النفايات، ورمى الايدين في مكب النفايات، ناقص بقى اربع رؤوس. لازم يكون في اربع رؤوس، يعني الايدين والرجلين دي متزرعة، لازم يكون في اربع رؤوس. ابتدوا يلفوا في كل المكبات مكان النفايات لغايه ما لقوا شوال بيفتحوه، لقوا فيه اربع رؤوس بشريه، اربع رؤوس شباب بشريه متقطعه.
لا يبقى في ايه تاني؟ في خلاص لقينا الايدين، لقينا الرجلين، لقينا الراس، لا باقي المنطقه الصدر والامعاء والاحشاء والكلام ده كله. بالبحث والتحري تم العثور على عده اكياس فيها مكان بقى اللي هم الاحشاء اللي باللغه الدارجه بتاعتنا المصارين، عفوا انا اسف. عايزين نعرف مين دول، ما هو مفيش اي بيانات معاهم. الروس لوحديها والرجلين لوحديها واليدين لوحديها، هو اللي حصل ايه؟ هو اللي قتل قطع الرجلين وراح رابطها مع بعضهم، لان تقطيع الرجلين بالمنشار سهل، اسهل حاجه بعد كده تقطيع الايدين وربطها وخلص منها. كان كل يوم يروح يرمي، النهارده 8 رجلين، بكره 8 ايدين، بعد كده 4 روس، كان كل يوم بيتسلى والمنشار شغال، ووزعهم على كل مكبات النفايات، خلى المحافظه كل مكان في المحافظه بيستخدم مكان للنفايات كان بيرمي فيه. طب عايزين نعرف مين دول؟ للاسف المصريين دول، الاربع الشباب دول مصريين شغالين في دوله العراق الشقيق. هتقول عرفتوا مصريين ازاي؟ هنقول لك دلوقتي. واللي قتلهم للاسف مصري مش عراقي. طب المصري يعمل في زماله كده ليه؟ ادي صوره المتهم. اللي حصل دول شغالين عمال بنا بيبنوا، ما هو العماله المصريه ايه؟ لا سباك لا نجار لا بنا لا بتاع لا بتاع محاره لا بتاع نغاشه، عماله واخدين بيت في البصره، شقه في البصره وقاعدين فيها. اربع شباب زي الفل بيسعوا على اكل عيشهم، بيعراوا علشان يبعتوا لاهلهم في مصر اللقمه في ظل الغلاء الفاحش اللي بيطحننا هنا. فالشباب شغالين، جالهم واحد مصري، انا من مصر يا جماعه عايز اقعد معاكم. خدوه قعدوا معاه، رزقنا ورزقك على الله، اشتغل معاه وقعد معاهم في السكن. الارزاق بتاعت ربنا. طب الاربع الشباب دول معروفين في البصره بقالهم اكتر من 3-4 سنين، الناس عارفاه، وهو جاي بقوله شهرين لسه ما حدش عرف. فاللي بيجي، انتوا عارفين هنا العماله في مصر، يعني لما تطلع اي مدينه في من المدن الجديده، وانت طالع اسيوط الجديده، المنيا الجديده، دمياط الجديده، الشرقيه الجديده، ما اعرفش القاهره الجديده، بتلقى العماله قاعدين كل واحد ماسك مكتف وقاعد في الشارع مستني لما اي عربيه تكون محتاج حد يشيل تراب، حد ينظف بيت، حد عايز بنا، حد بيكونوا قاعدين كده بيتاخد. الناس عارفين الاربعه دول فبييجوا ياخدوه، والمصري قاعد اللي معاهم الخامس الضيف اللي بقوله شهرين ما حدش يعرف. فزمايله يقولوا له بكره الرزق يجي، اصبر هنكلم ان شاء الله الناس وناخدك معانا. ده ارزاق بتاعت ربنا، هم بقولهم سنين الناس عارفاهم، انت لسه جاي بقولك شهرين. فاكرين احنا في جريمه جبناها من فتره لثلاث اخوات في قطر، لما استضافوا واحد مصري لقوه قاعد تايه، خدوه عندهم وكلوه شربوه وقطعوا له تذكره لمصر، وفي الاخر دبحهم وسرق فلوسهم. اهو نفس النظام حصل في العراق. المره اللي فاتت هوريكم صور الاخوات بتاعت قطر، فاكرين تلات مصريين دول؟ دول كانوا مصريين واتدبحوا في قطر، كانوا مجولين واصحاب شركات، عطفوا على واحد مصري زيهم. انت منين يا ابني قاعد كده ليه؟ قال ما انا من مصر. تعال يا ابني احنا مصريين. قعدوه في وسطيهم دبحهم وسرقوا. اللي حصل في البصره نفس النظام. لقوا واحد بيخبط عليهم انا مصري وانتم مصريين شغاليني معاه، تعال يا ابني قعدوا معاه. كل يوم يطلع هم يشتغلوا وهو قاعد لسه الرزق ما جالوش، محدش يعرف. طمح فيهم، طمح في الجرشينات اللي بيجيبوهم كل يوم، راح حط لهم مخدر. نفس اللي حصل في قطر، نيمهم وراح منشار
كهرباء وراح مقطعهم ورماهم في مكبات النفايات وسرق فلوسهم وجي طلع على بغداد. هتقول طب الشرطة وصلت ازاي ان دول مصريين؟ هو في فرق بين المصري والعراقي، ما الشبه واحد. اولا الشبه مش واحد، لكن اقول لكم عرفوا ازاي. صاحب البناية اللي فيها المصريين شم ريحة مش كويس، وكل ما يخبط على الباب ريحة وحشة جدا وما فيش، اتصل بالشرطة. الشرطة العراقية دخلت، لقت بقايا الدم، هو قطعهم ورماهم وساب الشقة وهرب على بغداد. انت مؤجل لمين؟ مؤجل لفلان وفلان 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 وفلان. مطبقة الروس المقطع مع صور هويتهم ومع السفارة المصرية في العراق ثبت ان دول الاربعة مصريين. وقال لهم كان في واحد جه قاعد معاهم بقوله شهرين اختفى ورسه وراسه مش موجودة معاهم. ابتدت الشرطة تراجع الكاميرات لغيت ما تأكدت من شكل هذا المصري، تتبعت خطواته لغيت ما عرفت ان هو هرب الى بغداد. تم القبض عليه ببغداد، اعترف اعترافات تفصيلية وقال انا سرقتهم وطمحت فيهم، هم بيشتغلوا وانا قاعد واهلي عايزين فلوس والدنيا غالية. فين المنشار؟ المنشار كان معاه. ليه؟ من امنك لم تخون، من امنك لم تخون. ده الاربعة دول استقبلوك وقعدوك ووكلوك وشربوك، تقطعهم وترميهم وتمثل بجثثهم؟ يعني نقول خير تفعل شر تلقى، ولا نقول نعمل الخير ونرميه البحر؟ هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد.